الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واحذروا سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا رحمني الله وإياكم أنما المؤمنون إخوة، لهم من الأخوة العظيمة ما تفوق كل أخوة. وقال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويقول أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخوتي في الله، تمر بعض بلاد المسلمين بنكبات ومصائب عظيمة، وإن علينا واجبا عظيما تجاه ذلك، وأول تلك الواجبات الدعاء لهم في أن يحفظهم الله وأن يزيل عنهم تلك النكبات وتلك المصائب. تدعو لهم في ظهر الغيب، تدعو لهم في ظهر الغيب، وتسأل الله أن يجبر مصابهم. وأما ما على الدعاء من تصرفات أخرى، فإن مرد ذلك يا عبد الله إلى ولي الأمر، هو الذي يعلم المصلحة التي تكون من وراء ذلك. ومن ذلك التبرع بالأموال وما إلى ذلك، إذا رأى ولي الأمر ذلك ورتب ولي الأمر ذلك، فإن ذلك مشروع بل واجب عبر تلك المنصات التي يحددها ولي الأمر. وأما ما يفعله البعض من انتهاز الفرص واستغلال الفرص من الذهاب إلى وضع أرقام وأماكن لجمع التبرعات الفوضوية التي لا تصل إلى مستحقيها، وإنما يستغلها أكلة أموال الناس بالباطل، ويستغلها الحزبيون ومرضى القلوب وأكلة أموال الناس، والفوضويون والذين لا يمثلون الإسلام الحق، فإنه لا يجوز التعاون معهم في ذلك. لا بد من التعامل في هذه القضايا المالية عبر المنصات الرسمية التي يقررها ولي الأمر إذا رأى المصلحة في ذلك. أما الافتيات عليه وجعل الصناديق وفتح الحسابات لهذا الغرض، فإن تلك تجمع لترتد في نحورنا عن طريق أهل الشر، وعن طريق أعداء السنة، وعن طريق أولئك الأحزاب البائدة الضائعة التي تستغل هذه الفرص لجمع الأموال واستغلال تلك الظروف. فعلينا أن نكون يقظين، وأن
لا نتعاون إلا عبر ما يراه ولي أمرنا وفقه الله مما يحقق المصلحة للإسلام والمسلمين. وأما ما يسمى بالدعوة إلى الجهاد الفردي الذي تدعو إليه بعض الجماعات والمنظمات، فإن هذا ليس من دين الله وليس من أهداف ديننا الحنيف الرسول صلى الله عليه وإنه من التكليف ما لا يطاق. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة بمكة يدعو إلى الله، يدعو إلى التوحيد، ولم يقم على الجهاد آنذاك لعدم قدرة المسلمين ولعدم وجود شوكة للمسلمين يجاهدون من ورائها. كما أن ذلك لم يتم إلا بعد سنين من هذا الباب، ثم إنه لم يشرع للمسلمين أن يزيلوا بعض ما في مكة من المنكرات وحول المسجد الحرام حتى فتح الله على المسلمين مكة في السنة 8 من الهجرة. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن هناك بعض مرضى القلوب يشنون حملة على بلادنا وعلمائنا وولاة أمرنا من أجل أفكار في نفوسهم ومن أجل خزعبلات وتحزب يريدونه، ومن أجل أن يستغلوا تلك الأحداث من أجل تقوية أحزابهم ومنظماتهم المشبوهة وأحزابهم الضيقة التي يوالون ويعادون عليها. علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله وفق الطرق الشرعية حتى لا نفتات على ولي الأمر، وحتى لا نعرض شبابنا إلى الفوضى التي يسعى إليها الأحزاب وتسعى إليها المنظمات الفاشلة الفاسدة التي منذ أكثر من 80 سنة لم نستفد منها إلا الفوضى وإلا الدمار وإلا ضياع البلاد الإسلامية، بينما زعماؤها يتمتعون بالبهرجة في فنادق أوروبا وفنادق دول الخليج. فانتبهوا لهذا الأمر، ولا يخدعنكم الناس ولا تأخذكم العواطف، فإن العواطف هنا مستبعدة، وإن الأمر قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. وفقني الله وإياكم لكل خير وأعز الإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية كانت وما زالت تمد يد العون للإسلام والمسلمين بل والعالم في كل مكان بما حباها الله تبارك وتعالى من خير، وبما منحها من فضل، وبما أعطاها من نعمة كبرى نسأل الله أن يديمها في ظل شريعة الله. وعلى المسلم أن يحمد الله على هذه النعمة. وطرق العلاج لجمع كلمة الإسلام والمسلمين ليس بالدعاوى وليس بالهتافات وليس بالشركيات. ينادي البعض، أسمع في بعض المواقع ينادون يستغيثون بغير الله: يا صلاح الدين، يا فلان، يا معتصم، يا كذا. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. من أراد وإليكم هذه الخطوات للعودة الصحيح إلى الدين الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا، العودة الصحيحة إلى لزوم الإسلام قولا وعملا واعتقادا بكافة تعاليمه السمحة. الأمر الثاني، التكاتف والتعاون على البر والتقوى وفق تعاليم الإسلام. والأمر الثالث، الطاعة، السمع والطاعة لولاة المسلمين ولي الأمر، والوقوف معه فيما يراه يحقق المصلحة لبلده وللإسلام والمسلمين. والأمر الرابع، الاعتصام بالكتاب والسنة والجد والاجتهاد في تطبيق ذلك. والأمر الخامس، البعد عن المعاصي
والمنكرات، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن دوام النعم من شروطه شكر الله عز وجل بالاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. والأمر السادس: التعاون على البر والتقوى وتحقيق الأخوة الإسلامية على القواعد الشرعية لا على المبادئ الحزبية التي والى ويعاد عليها في بعض البلاد. فعلينا أن نتنبه وأن نطبق مثل هذه الخطوات، وقبل ذلك كله الإخلاص لله تبارك وتعالى في الأقوال والأعمال وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع راية الإسلام، اللهم وحد صفوف المسلمين على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده للعلم لما تحبه وترضاه، اللهم وفق بنواصيهما إلى التقوى، ووفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أعدهم سالمين غانمين منتصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إن خلق من قبل خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.